برمجت مقابلة الصغار اليوم الأحد على الساعة 12 زوالا، وتم فوجئنا بملعب إبراهيم بوفاي بجرف أغلق في وجه فريق مولودية الجرف، ولم السبب لم نعرف السبب. لهذا نتساءل السلطات المختصة والمجلس الجماعي لإنزكان، لماذا أغلق ملعب إبراهيم بوفاي في وجه فريق مولودية الجرف؟ هذه المقابلة واش كانت مبرمجة من العصبة؟ المقابلة مبرمجة من عصبة سوس، من عصبة سوس لكرة القدم. دابا حاليا شنو اللي كاين دابا في التيران؟ اليوم فوجئنا بمقابلة حبية رخص لها المجلس الجماعي لإنزكان، مباراة حبية بين الدفاع السوسي وفريق آخر. وانا احنا نستنكر هذا الوضع، الاشكالات ربما سياسيه، ربما لا اعلم. انا اطرح هذا السؤال، لماذا هذا الفريق منع من منحه المجلس الجماعي واغلاق الملعب بجرف في وجه فريق مولوديه الجرف واغلاق مقر الفريق؟ هذا السؤال مطروح. سيرنا الموسم بدون منحة ديال 2022 2023. هذه المنحة ما عرفناش، الله أعلم، صدق عليها في دورة أكتوبر في دورة المجلس الجماعي لإنزكان، وتم منعها، ما صرفهاش المجلس الجماعي لفائدة الفريق. كيفاش التبرير؟ التبرير ما كاينش تبرير. التبرير درنا المراسلات للرئيس المجلس البلدي، الاجابه لم نتوصل بها. طول ما بقى لها سيمانه اسبوع اللي بقى لها تبدا الانطلاقه بالنسبه لفئات الكبار، والملعب لم يتم حل الاشكال ديالو. هذا هو ملعب إبراهيم بوفاي بجرف، هذا هو الملعب الرسمي ديالنا، والمصير ديال الفريق هو الشارع، الزنقه، التشرد. احنا دابا جينا الوليدات ديال 15 عام، الوليدات ديال 15 عام، حشومه، وعيب وعار تسد عليهم التيران، عيب وعار. فين غادي يمشيو هاد الوليدات؟ راه مثلا الوقت اللي ما مشاوش للدراسه راه كيمشيو للرياضه، كره القدم. راه دابا انت هاد الوليدات راه ضيعتيهم حشومه. لهذا نناشد السلطات المختصه يدخلوا، مشكورين، يدخلوا في هذا الموضوع باش يتحل هذا الموضوع، ولا راه مصير الفريق راه غادي للهاويه. ربما فيه حسابات سياسيه، والى كاع كان احنا بصفه المكتب المسير لمولوديات الجرف، احنا ما جيناش، احنا بعيد كل البعد عن السياسه، ما جيناش نديروا السياسه، جينا نديروا الرياضه. اللي بيدير السياسه الله يسخر ليه، ماشي مشكل. احنا جينا لهنا باش نديروا الرياضه وننقذوا هاد الوليدات من التشرد والشريعه.